يا منظمات العالم، دوركم الحفاظ على العالم من كل شيء يكون رهيب يعمل مشاكل في العالم. أعداد شعوب بتزيد كتير، والهموم محوطة من ناس مغلطة عمالة تأذي شعوب في لحظة، مرة مباشر وبشكل واضح، ومرة ما تعرف مين الآذي في لحظة انت بشكل واضح. يا منظمات عايزين حلول للفشل دول في العالم بدون تراجع ولا تنازل، من أجل قوة ممكن تكون واخداها عافية في العالم. حلول بجد، إنقاذ سريع لشعوب بتصرخ في العالم. أدوا دوركم بسرعة منكم، ده التراجع لو لحظة واحدة بيزيد كوارث في العالم. وكل واحد فيكم بجد يحط نفسه بشكل واضح مكان مجند في جيش محدد، أسير بجد أو قتلوا حد في حرب دايره بفكرة ميلة، قرار قيادة مش لاقي راضع. خليك مكانه، هيعمل ايه؟ عليه بجد تنفيذ أوامر. يا منظمات العالم، كونوا قوة في العالم، دوركم انتم إنقاذ شعوب أو جنود من حروب بتزيد مهازل. واللاجئين بقوا كتير في كل دول العالم، ودي مهازل وخير شاهد. يا منظمات العالم، أدوا دوركم بكل قوة، خلوا النظام على الكل سايد لأجل تحيه البشرية في جمال من كل جانب. ده البشرية أصحاب عقول، عيب تعيش في وضع خايب كالحيوان عايش في غابة، الوضع عنده بالطبع سايب، الكبير واكل الصغير، شيء بسيط مفيش مشاكل. يا منظمات انتوا دوركم حفاظ حماية للشعوب، صحة ثقافة انذار مبكر، وسلام حقيقي بين الشعوب.